أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم تسجل درجات الحرارة القليل من الانخفاض مقارنة بالأيام الماضية، لكن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، بالتالي يسود طقس ربيعي دافئ فوق الجبال، حار نسبيا في باقي المناطق إلى ساعات النهار. أما ساعات الليل يكون الطقس لطيف إلى بارد نسبيا. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار تكون الأجواء غالبا صافية، 24 درجة مئوية، الملموسة 23، الرطوبة مرتفعة حوالي 70%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية. إربد 25 إلى 11، عجلون 23 إلى 12، جرش 27 إلى 16، والمفرق 27 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 28 إلى 15، عمان 24 إلى 13، نفس الحرارة في البلقاء، أما مأدبة 25 إلى 14، والبحر الميت 30 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 25 إلى 15، الطفيلة 24 إلى 14، الشبك 22 إلى 13، معان حالة من عدم الاستقرار الجوي وفرصة لزخات العديد من الأمطار خلال ساعات ما بعد الظهيرة 31 إلى 18، أما العقبة فرصة لأمطار خفيفة ما ساعات ما بعد الظهيرة 33 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أيضا تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعطل زخات العديد من الأمطار في عموم هذه المناطق خلال ساعات ما بعد الظهيرة والعصر، الأزرق 33 إلى 17، أرويشد 35 إلى 18، أما الصفاوي 35 إلى 17 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لهذا اليوم. نهار سعيد نتمنى للجميع، وللقاء.